يا عمر، عهدتك وأنت تسمع عميرا في سوق عقاظ تذعر الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا، ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين. دعها دعها، أما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه في أمرها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعمر أحق أن يسمع لها. هذه امرأة مسكينة ما زالت تحسن إلى زوجها وتعتني بولدها وبيتها، حتى إذا أفنت في ذلك أحسن عمرها هجرها زوجها، ويهم الآن بطلاقها بغير ذنب اقترفته. وقد جعلت نفسك من الرعية بمنزلة أبي العيال، فهل يرضيك أن ترجع هذه المسكينة عالة على أخ ذي عيال؟ أنت بلغني أنك قد هجرت زوجك وتهم أن تطلقها، وما علم الناس منها إلا الخير وحسن الخلق ومخافة الله، فهل وجدت منها نشوزا أو رأيت منها خصلة قبيحة حتى تهم بطلاقها؟ اللهم لا، ولا أقول إلا صدقا، فهي كما وصفت يا أمير المؤمنين، ولكني لا أحبها. أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ وهل أكرهك أحد على الزواج بها حين تزوجتها؟ يا رجل، إنكم لتتزوجون هؤلاء النساء وتعطونهن ميثاقا غليظا، ثم تحمل الواحدة كرها على كره، ثم ترضع وتطعم وتسقي وتسهر على المريض، فيأخذ هذا من عافيتها وشبابها، فإذا ذهب عنها رونق الشباب انصرف عنها زوجها. ولو أنها انصرفت عن شأن بيتها ورعاية بنيها وانصرفت إلى نفسها وزينتها وتجملها لزوجها لقال: بئس ربة البيت وأم الولد. فأين تذهب؟ وأين المروءة؟ اتقوا الله في نسائكم. وأنت قد جاءك من يخطب أختك وبذل لها مالا جزيلا، وإنه ذو صلاح وخلق ومال، وقد علمت أنها راضية به راغبة فيه، فما منعك أن تزوجه؟ يا أمير المؤمنين، إن الرجل من الموالي، ونحن من قريش، وإن لنا حسبا، وإنه ليس لها بكفء. لقد جاءك بحسب الدنيا والآخرة، أما حسب الدنيا فالمال، وأما حسب الآخرة فالتقوى. زوج الرجل، زوج الرجل ما دامت المرأة راضية. كلنا لآدم، وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انتظر، ذكرت قريشا، والكلام يذكر بعضه ببعض، فمن كان من قريش هنا فليسمع وليخبر حاضركم غائبكم، فقد بلغني أنكم تتخذون مجالس، فيختص أحدكم بمجلسه أصحابه وشيعته، حتى لا يقال: هذا من جلساء فلان، من صحابة فلان، وكل يبرم مع عصبة مجلسه. وإني لأخشى إن مضت هذه السنة أن يتدابر الناس ويتقاطعوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، فإذا وقع في المسلمين أمر أو نازلة تعمهم انصرف كل إلى عصبة مجلسه يتمالأ معهم على رأي،
وأيم الله، إن هذا لسريع في دينكم، سريع في شرفكم، سريع في اجتماع أمركم وذات بينكم. ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأي فلان، وقد قسموا الإسلام أقساما، وما هي حتى يستعلي الخاصة على العامة، فنرجع بالناس سيرتهم الأولى في الجاهلية.